مرحبا بكم في قناتي، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. في 13 مارس أعلنت جمعية صناعة تسجيلات اليابانية رياج رسميا عن الفائزين بحفل توزيع جوائز جولدن ديسك الياباني بدورته 38، كما حصل العديد من فناني الكيبوب على جوائز هذا العام. حصلت فرقة 17 على 6 جوائز هذا العام، بما في ذلك أفضل فنان آسيوي، جائزة آسيا لألبوم العام مع الألبوم المصغر الكوري FML، ألبوم العام 17 هايفن، جائزة آسيا لألبوم العام مع الألبوم التجميعي الياباني Always Yours، جائزة آسيا أفضل فيديو موسيقي لهذا العام مع أغنية 17 World Tour Be The Sun Japan، وذهبت جائزة آسيا لأفضل الفنانين الجدد لهذا العام إلى لسيرافيم ورايز ونيو جينز. فازت جونكوك عضو BTS بجائزة آسيا للأغنية الأكثر تحميلا لهذا العام مع أغنية المنفردة الرسمية الأولى 7، بينما فازت نيو جينز بجائزة آسيا للأغنية الأكثر استماعا هذا العام مع أغنيتها الناجحة OMG. أخيرا فازت ستري كيدز بجائزة آسيا لأفضل الأغاني مع النسخة اليابانية من أغنية سوشيال باث فيت ليزا سوبر باول. وبهذا أكون قد وصلت إلى آخر الفيديو، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. أنيويغاسيو كومسامنيدا.